مراقبتها لواقع فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة كان إلهاماً لها لبدء التفكير في احتياجات هذه الفئة واختراع مبتكر يحمل اسمها، فكرة ما لبثت أن تحولت إلى واقع مع براءة الاختراع التي حصلت عليها الطالبة الإماراتية ريم المرزوقي لمشروعها العلمي بالجامعة في الولايات المتحدة، سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكن السائق الذي يقود المركبة بقدميه من التحكم بشكل كامل بها من دون استخدام الذراعين أو الأطراف العليا. بدأت الفكرة عندي إن أنا شفت ريبورتاج عن طيارة أمريكية هي انولدت من دون إيدين، ففكرت إني أحل لها المشكلة لأن هي واجهت مشاكل في موضوع قيادة السيارة، فأنا عندي الفكرة. أول شيء عندي الجير، ستيرينج، البريك، والغاز بادل، والسويتش. أنا اعتمدت إن إحنا نستخدم القدمين في الموضوع ونستغنى تماماً عن الإيدين. فكان طريقة التشغيل عندي أول شيء أحتاج إني أنا أضغط على البريك بادل وأشغل بعدين السويتش، هاي أول خطوة إني شغلت السيارة. بعدين ما زلت حاطة ريلي على البريك بادل أنقل على الجير، أغير الجير مثلاً من بي إلى دي. المشروع يستمد أهميته من الجهة المانحة لبراءة الاختراع التي تعد من أهم الجهات التي تمنح براءة الاختراع في العالم، لذا كان على ريم الاهتمام بالمقابلات التي تساعدها لتطوير هذا الإنجاز ذو الصدى العالمي. احنا جامعة الإمارات طبعا عندنا مكتب لتسجيل براءة الاختراع لكافة العاملين في الجامعة سواء أعضاء تدريس أو طلبة. فمعدة السنوات بدأنا في تسجيل براءة اختراع، حاليا تقريبا 37 براءة اختراع تم التقدم للتسجيل لها. حصلت الجامعة على حوالي 10 براءة اختراع من مجمل 37 المسجلة، بعض منها تشمل الطلبة كذلك. فكرة بسيطة اعتمد عليها هذا الاختراع قد تفتح المجال مستقبلا أمام تطوير شامل للخدمات المقدمة للسائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهم في ذات الوقت من تسليط الضوء أكثر على احتياجات وحقوق هذه الفئة عالمياً.